Thank you.
لكم ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. ومتهنين البنات اليوم رايحه ندير واحد السروال يعني بهذا القماش تاع القطيف. ها هذا راه يدير المتر تاعو يدير 40000. شوفوا راه جاي استيكي كيما راكم تشوفوا. خصني نشوف الاضاءه برك هكذا كيما راكم تشوفوا فيه كيفاه داير. نحتاج انا جبت هنا مترة وجبت عندي هذا الليستيك العريض شويه. ودوكا نبداو نفصل. نجيب المترة تاعي نطويها يعني راح نقلبها ونقيس يعني راح نقلب هكذا المترة نسقمها ونرجع لكم. بعد ما ثنيت القماش هكذا انا راح نقيس عن ثنيته هكذا كيما راكم تشوفوا. ها ثنيته هكذا على الطول، هذه الجهه اللي تتجعد ثنيته هكذا. واش ندير نقيس 51 سنتيم يعني هذا الطفله عندها 11 سنه يعني راح نقيس هذا السروال راح يجي قيس وحده عندها 11 سنه فهمتوا. راح واش ندير قلت لكم نقيس 51 ورايحه نطوي القماش هكذا طويها لا زوج هكذا حد وين نطوي هكذا راح نسقمو مليح نثنيه يعني راه مثني هكذا. نزيد نعاود نثنيه الثانيه هكذا باش يعني يولو ربع فيه ربع طبقات هنايا. نسقمو مليح نسقمو القماش لازم نسقموه مليح باش تجي كيما نقولو الخدمه نظيفه. كي تجو يعني تفصلو راح تجيكم الخدمه يعني هكذا. ومن بعد البنات نجي نبدا نقيس يعني راح نقيس كيما نقولوا الجهه العلويه تاع السروال تاعي شحال غنهبط. نحط لهنا المتره ورايحه نقيس راح نقيس نهبط ب 31 سنتيم راح نهبط ب 31 سنتيم هكذا راح نهبط ب 31 سنتيم. نزيد نقيس منا باش نشوفو 31 سنتيم. ومن بعد واش نديرو البنات هذيك هذه الجهه العلويه كيما نقولو رايحه كيما نقولو ندير خط منحني يعني هاك نجبد بواحد نجبد بواحد 3 سنتيم ماشي بزاف يعني واحد 3 سنتيم ونطلع معاها هكذا هكذا راهو باين ولا لا لا. ومن بعد البنات نعاود ندير خط منحني ونهبط مع السروال كامل يعني نعاود نزيد ندير خط منحني منا كي تفصل السروال اكيد راح يعني تعرفوا كيفاش راح يخرج. قلت لكم اجي لهنا البنات يعني هذه الجهه العلويه يعني يعني هربت يعني كما نقولوا دخلت بواحد زوز حتى 3 سنتيم. نبدا نقطع بسم الله ونخرج معها هكذا. ومن بعد نعاود نطلع يعني نطلع السروال تاعي ونحكمه زيد نحكم من هذيك الجهه هذه وين يعني وين خرجت نعاود ندخل ونتبع الخط هذاك المنحني هذا قلت لكم ونهبط معاه هكذا حتى نكمل يعني كما نقولوا الاخر القماش هكذا. ومن بعد نفتح السروال تاعنا راح نتحصل على زوج قطع كيما